مساء الخير. كلما ذكر العود تحضرني خبرية أبي عنه. سئل العود: هل هناك أطرب منك؟ أجاب بيده: لا. ومذ ذاك ويده شاهد على أنه سيد آلات الطرب. ولكن هل العود بمدارسه وحضوره، بوظيفته ودوره، بتاريخه وتطوره، هو آلة طرب فحسب؟ أم أنه إنسان من لحم ودم، من خشب ووتر، ما زال في طور التجريب، بحثا عن مناخات وأبعاد لم تبلغ إليها بعد مخيلة أو مهارة أصابع، أو شوق روح إلى الأسمى الأسمى فتدخل في طقس التأمل والتصوف؟ العود ضيف نقطة فاصلة، لذا تجسد الليلة بالسوليست الوحيد في لبنان باسم رزق. تسمية استغربها البعض وأثارت تساؤلات كثيرة. باسم رزق يجيب، والحقيقة أيضا. ولد فلف بقماشة أنغامه، ثم راحت أصابعه تحبو على أوتاره، ومزخطة خطوته الأولى بدأ يقارن عمقه بسر خشبه وقامته بهالته التي أطربت التاريخ، وما الغد سوى نقرة على زندها. ثم بالريشة بالأصابع بدفق الروح طوع مدارسه، فارتقت في أعماقه إلى مستوى التصوف والتأمل. باسم رزق راهب في دير العود، والعود صلاة متوحشة تصدح في برية اليدين ليعانق صداها سماء القلب. من تلة في بيروت اسمها الأشرفي إلى قرميد عمشيت، حمل الراهب سبحته، عفوا عوده، وتنسك في محبسة الوتر. 30 وهو يرتجل حياته كل يوم على مقام، ومثل والديه أحب النهرين وما بين النهرين ومقام العراق، فروى بمائه أرض الأجداد والأباء، فنبتت شجرة بفاكهة جديدة طعمها نهواندي رهوي، فيا طيب المذاق. راهب العود الذي تنسك أيضا في باريس كان يفتش عن مفاتيح تدخله عبر أبواب وأبواب، فسحة يلتقي فيها روح الشرق غنى الغرب. لقاء العاشقين تم، والعود باسما يحتفي بهما صبح مساء. ومذ عاد الطائر المهاجر إلى قرميد الحنين، نفض عن ريشه ماء الغربة، فنبتت قرب صومعته شجرة ثانية طعم ثمارها أندلسي غجري، راحة أرواح هو وطيب هزام. أربعة آلاف هي عمر العود، اختصرها في محترف لابد أن يضيف يوما ما العالم أصابع تراقص الدهشة على الوجوه وتجعل القلوب مسارح لعازفين قامات. بتلك المحبسة تمر الموسيقى كل لحظة، تظن أن الفضاء ملكها، ولا تدري أنها قرعت باب روحه قبل أن يسمح لها بأن تحلق بجناحين من ريشته وخيال أصابعه.